أهلا بكم في استوديو نخيل المدى الخاص بمعرض العراق الدولي للكتاب. نقدم لكم حلقة جديدة عن القراءة والكتاب ومنتج الكتاب وفرسانه. معنا الأستاذ وديع الحنظل. مرحبا بك أستاذ. عندما تشتري كتاباً هل تستشير أحداً أكثر اطلاعاً؟ بعض الأحيان أنا أتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي أرى من هو الذي يأخذ العدد الأكبر للقراءة، ولكن أيضاً أعرف بصراحة إذا صح التعبير المقياس التأثير ما هو، يعني يعتمد على أيضاً العمر ويعتمد أيضاً على متى محتوى الكتاب نفسه. حقق أعلى المبيعات، هل تدفعك هذه العبارة لشراء كتاب ما؟ وما الذي يشجعك على اقتنائه؟ الكتاب يعتمد على، يعني بالعادة أنا أقرأ الصفحة الأخيرة دائماً للكتاب، هذه كما يقولون يعني التأثير الأولي، بعد ذلك أتصفح الكتاب بمحتوى داخلي، حتى نوع الورق بعض الأحيان إلى دور أكبر في طريقة الكتابة. هذه الأشياء كلها مؤثرات، استرسال بالحديث إذا أوفر بالقراءة الأولى، إذا شفت أنه أتواكب يعني بالتوافق الذهني معه أستمر، إذا ما استمريت أترك للكتاب. كلمة لنخيل المدى. نخيل بإدارتها الرائعة، برئيسها صديق، بفريقها المميز، دائما أنتم موجودين وحضوركم يضيف دائما قيمة جمالية بكل شيء، فأنا أشكركم، وجودكم هنا بمعرض الكتاب هو قيمة أخرى مضافة لنا. شكرا جزيلا أستاذ. إلى أن نلتقيكم مع نخلة جديدة، استودعكم الله.